أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. التحليل في الوحدة الأولى الغلاف الجوي، ونواصل المقاطع في هذه الوحدة الأولى بالنسبة للغلاف الجوي. هنا نتناول في هذا المقطع الوسائل المستخدمة لمكافحة التلوث، ونجد الوسائل المستخدمة لمكافحة التلوث منها الأكسدة الكيميائية، أي أكسدة النواتج غير كاملة الاحتراق، مثل أول أكسيد الكربون والهيدروكربون إلى ثاني أكسيد الكربون، ثاني أكسيد الكربون وبخار ماء. وإذا تناولنا مثال هنا غاز الميثين مثلا، نتج عن احتراق غير كامل، نؤكسده بواسطة الأكسجين، وهذا يعطينا ثاني أكسيد الكربون زائد بخار الماء. وثاني أكسيد الكربون وبخار ماء نرى أنه هذه كلها مركبات غير ضارة في هذه الحالة الكيميائية. وتحسين الوقود، وهنا كما ذكرنا من قبل أنه نستخدم الرصاص كإضافة بالنسبة في وقود السيارات، فنرى أنه الوقود رقم 91 يحتوي على رصاص أقل، يحتوي على رصاص سوري رصاص أكثر، يحتوي على رصاص أكثر، والوقود 95 يحتوي على كمية قليلة من الرصاص أو على رصاص حتى رصاص أقل. ويمكن استخدام ميثيل ثلاثي بوتيل الإيثر كبديل للرصاص في وقود السيارات، أو ما يسمى ميثايل تيرشري بيوتايل إيثر، والستركشر بتاعته أو التركيب هكذا تيرشري بيوتايل إيثر. وإذا أردنا أن نكتب الصيغة الكيميائية هكذا ميثايل تيرشري بيوتايل إيثر، وهو هكذا يستخدم كبديل يكون غير ضار زي ما رأينا في الرصاص، يعتبر أحد الملوثات الضارة في الجو. امتصاص الملوثات من قبل النباتات، هنالك نباتات أثبتت كفاءتها لامتصاص بعض الملوثات الغازية. وإذا كان الأوزون نرى أنه على مستوى السفلي للجو يكون ضار، فمثلا شجر الصنوبر، شجر الصنوبر وشجر أخرى أثبت كفاءة إمصاء أكاسيد الأوزون، وكذلك بعض القطاع. وهنا يعتبر أنه القطاع النباتي له دور هام في تنقية الهواء من الغبار المعلق والمسار مع الرياح. خلاصة هذه الوحدة، وحدة الغلاف الجوي أو الأتموسفير، وما درسنا فيه من طبقات وإلى آخره، نشوف كيف الخلاصة بتكون. خلاصة يتكون من 6 طبقات، والستة طبقات كما ذكرنا هي طبقة التروبوسفير، الطبقة نمرة 1 التروبوسفير، الطبقة نمرة 2 الستراتوسفير، الطبقة نمرة 3 هي الميزوسفير، والطبقة نمرة 4 هي الثيرموسفير، والطبقة نمرة 5 الإكزوسفير، والطبقة نمرة 6 هي الميغنوسفير. 6 طبقات، وشرحناها وشرحنا ارتفاع كل من واحدة منهن ومكونات كل طبقة. هنالك 4 دورات غازية في الغلاف الهوائي، هي دورة النيتروجين أو الدورة النيتروجينية والفسفورية والكربونية، وشرحنا كل واحدة بشكل والدورة المائية، وشرحنا كل واحدة بشكل مفصل في المقاطع السابقة. الملوثات الأساسية في الهواء، هنالك مصدرين للملوثات، وهنالك مصدر طبيعي ومصدر صناعي. التفاعلات الكيميائية في الغلاف الجوي من أهمها الأمطار الحمضية، تنتج عن تفاعل بعض الأكاسيد، ورأينا إنه كربون دايوكسيد ثاني أكسيد الكربون ينتج عنه حمض الكربونيك، والسلفر دايوكسيد ينتج عنه حمض الكبريتيك، ونيتروجين دايوكسيد أو ثاني أكسيد النيتروجين ينتج عنه حمض النتريك عند تفاعله مع بخار الماء، وتنزل الأمطار الحمضية. ومشكلة الأوزون، ورأينا إنه مركبات الكلوروفلوروكربون لها دور كبير في تدمير هذه الطبقة التي تحمينا من الأشعة البنفسجية فوق البنفسجية الضارة، ولها سبب ولها أثر كبير في نضوب طبقة الأوزون، وشرحنا ذلك في المقاطع السابقة بالتفصيل عن طريق التفاعلات الكيميائية. الأنظمة الخاصة لإزالة الملوثات، وجدنا تعتمد على خواص الملوثات
الكيميائية وحجم الجسيمات، ومنها المرسب والفلتر ومرشح رطب ومجمع ميكانيكي، وكل واحد يشتغل بطريقة معينة حسب نوعية أو الجسيمات الملوثات الموجودة. هنالك طرق آلية عديدة لقياس الملوثات في الهواء، يعتمد استخدام الطرق على نوع الملوث الذي يتم كشفه. هنالك الطرق في طرق لونية، وفي طرق فصلية، وفي طرق امتصاصية، اللي هو امتصاص ذري، أو الانبعاثية، أو انبعاثية، وفي طرق الراديشن أو الإشعاعية، وهذه درسناها بالتفصيل وشفنا في المقاطع السابقة كيف يتم قياس الملوث بكل طريقة على حدة. الوسائل المستخدمة لمكافحة التلوث، هنالك 3 طرق، وهي طرق الأكسدة وتحسين الوقود، امتصاص الملوثات من قبل النبات. ورأينا في حالة تحسيننا لوقود السيارات ممكن نضيف ميثايل تيرشري بيوتايل إيثر، وهذا يكون أقل ضررا من الرصاص المضاف إلى وقود السيارات.